وقتكم ما تاخرتش عليكم. وهذا تاني فيديو اللي غنبارطاجي معكم لي تونيك ولي موديل الصيفيين، وغيكون هذا تقريبا اخر فيديو ديال لي موديل جداد ديال لي تونيك الصيفيين. وان شاء الله من بعد غادي نبقاو دي زارتيكل، راه غندير لكم دي سولد، ما تزابيوش وبقاو مكونيكتين باش تشوفوا لي سولد اللي غادي يكونوا باذن الله والجديد طبعا. اذا اول تونيك هي هاد لا تونيك ديال محبوبة الجماهير اللي كلشي حماق عليها. ف فوالا هادي لا ترويزيام ولا لا كاتريام فوا وقيلا اللي كنجيبوها. تونيك زوينه اون اورانج، فيها هاد النص هكا اللي فيه لو بيترول اي لو بيج، لو رابيل ديال هاد لو بيج اللي هنا في الجويب. وهذا الموديل ديالها من اللور، الوغ سي اوفر سايز، سي لا تاي 44 اوفر سايز، ولكن راكم عارفين يعني اوفر سايز كيكون شويه وافي، فهادي تقدر تلبس 44 كبيره حتى 46 صغيره. لو بري ديالهم هادو بري اونيك بور تو لو موند 350 درهم. كما كتعرفوا ان لي بري ديالهم شويه زادوا، كانوا في الاول 320 هكا، فدابا هذا بري فينال 350. ما بغيتش نقول لكم 380 و 400 درهم ونهبطها 350، فنيشان غنجيكم هادو غيتباعوا ب 350 درهم. مالوروزمون لو بري ديالهم الى اوغمونتي، فغنخليها لكم جانبا باش تشوفوا كيفاش كتجي في اللبسه. دائما في نفس يعني الموديل اوفر سايز ونفس لو ستيل، يعني كيكون لو ميم تيسو. كاين هذا الموديل اللي غايي كما كتشوفوا، فيه هكا جويبات، فيه صديفات انفير، فيه لو رابيل ديال لو فير هكايا في التحت، اوفر سايز كما كتشوفوا، ولور فيهم دي موديل زوينين غنوريهم لكم. هذا هو الظهر ديالهم كما كتشوفوا زوين، بيسكو هاد لي غايور سون اون بلو، الوغ تجي افيك ان بونطالون بلو بلون او كاريمون ان جين، كيجيو مزيونين كما كتشوفوا. هذاك هو الظهر ديالها، والقدام كتجي هكا، كتجي سبور زوينه في اللبسه ومبرده في هذا الصيف، ودير هكا صفر البحر الخريج، فريمون زوينه. الوغ هادو لو بري ديالهم كيبقى ب 320 درهم، 320 درهم كاينه في لا تاي 44 ولا تاي 38. غنخليها لكم جانبا باش تشوفوا كيفاش كتجي في اللبسه ديالها. هاد التونيك كذلك كانت لقات الاعجاب ديال الكثير من الناس، اللي جبناها في تونيك وجبناها في اونصومبل، وباقا ان شاء الله غتجي في لي اونصومبل. الوغ كما كتشوفوا النص ديالها سي اون روج بريك، والنص ديالها في لو بيج افيك دي فلور هكايا اون روج بريك. هي فيها الحزام، الناس اللي كيبغيو يديروا الحزام، سينو كتلبس هكايا تبقى مطلوقه. لا بارتي روج بريك شويه طويله على لا بارتي بيج، كتجي افيك ان بونطالون يكون نيت في روج بريك ولا ان بونطالون بيج، كتجي زوينه في اللبسه. الوغ بالنسبه لهادي سي لا تاي 46، ولكن 46 صغيره، هانتوما كيما كتشوفوا راه ما موسعاش، يعني اللي كيلبس 44 وافيه هاد لا تونيك راه غتجي زوينه. بالنسبه للثمن ديالها 320، والصوره ديالها راه غنخلي لكم جانبا كيفاش كتجي. بالنسبه للور هانتوما راه كلها كتمشي في لو روج بريك، ابار هذا اون بيج، فريمون زوينه ومبرده، وتا في اللبسه كتجي كلاس. نخلي لكم جانبا تشوفوا كيفاش كتجي في اللبسه، و ما تزابيوهاش حيت هادي غزاله. عزيز عليهم دي موديل ستيلي، كاينه هاد لا تونيك في لو روز انديان كما كتشوفوا، فيها هاد لا كرافات هكايا في الجنب، و ليديدات ديالها فيها هاد العيبه بحال هكايا، كتجي كلاس. هادي سي كلاس في اللبسه طويله، غنخلي لكم اكيد جانبا كيفاش كتجي في اللبسه، كتجي كلاس بالنسبه للناس اللي عزيز عليهم ديكشي كلاسيك، وعزيز عليهم الحويجات الطوال اللي كيجيو تحت الركبه، فهاد التونيكا مصايبه ليهم. كتجي غزاله في اللبسه، وغنخلي لكم جانبا باش تشوفوا كاريمون كيفاش كتلبس افيك ان بونطالون بلون ولا بيج ولا نوار، كتجي زوينه. بالنسبه لو بري ديالها 350 درهم، لو بري ديالها 350 درهم لا نوفيل كوليكسيون. ها هي جانبا كيفاش كتجي في اللبسه. اذا ندوزو الموديل اللي موراه. الموديل اللي موراه عباره عن واحد دو بياس كاجوال براتيك اللي ممكن يتلبس يوميا افيك ان جين بونطالون بلون. الوغ كما كتشوفوا
C'est la chemise où il y a le rappel du bleu électrique. L'iken f gilet, c'est le gilet. Ou bien sûr, mon kin tlebsou had le gilet carrément, mais une autre chemise. Que ça soit tsemlou ma had le blanc ou le dirou avec un noir ou pantalon noir, rata wa ki ji. Alors, ça se zouin, non? Voilà, hna ya f sal mdairan. Ou chofou a ou tani hna, had kin had li fi jouj di les pièces. Voilà. هاد التحتاني وهذا الفوقاني باش كيبقى هكا ينفوه ما كيجيش لاصق. الوغ بالنسبه لهاد لي دو بيس زوين سامبل براتيك او تا لو بري ديالو زوين سولمون ا 300 درهم دو بيس ا 300 درهم ولا تاي 44 واكيد غادي نشوف كيفاش كيجي في اللبسه نخليه لكم جانبا. يلبسوا 46 او لا 44 وافيه. هاد لي دو بيس زوينين سبور افيك دي بونطالون بلون دي جين كيجيو زوينين. الوغ لي بيس عندنا فيهم لو جيلي بسنسلة يعني ما محلولش فيه هاد الحزية منين كيتزير فوالا السنسلة ديالو اي لا شوميز اون بلون وفيها هاد الكتابة لو رابيل ديال لا كولور ديال لو جيلي فوالا من اللور سامبل. الوغ هادي كيما قلت الناس اللي كيلبسو 46 ولا 44 وافية. وكاين اوسي في هاد لو سومون لا ميم شوز فوالا لو جيلي ممكن كيتزير من هنايا بسنيسلا و لا شوميز ديالو فيها لو رابيل ديال لو سومون في هاد الكتيبات اللي هنايا. الوغ هادو اوسي البنات ما تضيعوهمش دي دو بيس زوينين اي لو بري ديالهم 320 درهم. ايماجيني البنات 320 درهم دو بيس ان با راتي. وكما العاده غنختتموا الفيديو ديالنا مع دو زارتيكل سولدي. اول ارتيكل هو هاد لو جيلي و لا تونيك ديالو اللي كيتلبس انتر 42 ولا 44 صغيره سي لا تاي 42 دو بيس ليكيداسيون توتال 300 درهم دو بيس ا 300 درهم زوين ستي ديالو زوين يتلبس دومي سيزون ربيعي. وبالنسبة لك سوا هكا في شي عيد في شي عرادة شي خريجة كسوا صيفية لا تاي 44 ليكيداسيون توتال 350 درهم ليكيداسيون توتال 350 درهم. وصلنا لاخر فيديو. هادو هما لي زارتيكل اللي بارطاجيت معكم les tuniques et les articles soldés, les deux pièces. نتمنى يكونوا عجبوكم. اللي عجبتو شي حاجه يتواصل معايا عبر الواتساب ونتظروا الجديد باذن الله الى الفيديو المقبل. في امان الله.